تصعيد عسكري جديد بالتزامن مع اعلان الامم المتحده فتح ممرات انسانيه حيث شنت ميليشيا الحوثي قصفا صاروخيا ومدفعيا على مواقع تابعه لالويه العمالقه في ريف محافظه الحديده وفق بيان لالويه العمالقه فان الحوثيين اطلقوا عددا من صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون على مناطق شرق وشمال مديريه الدريهمي جنوب الحديده ولم تكتف الميليشيا الحوثيه بالقصف الصاروخي بل حاولت الاستيلاء على مواقع عسكريه في مديريات حيس والتحيتة وبحسب بيان العمالقه فان عشرات الحوثيين قتلوا واصيبوا بعد صد هجماتهم وفق عسكريين في الحكومه فان هجمات ميليشيا الحوثي تاتي بهدف افشال الممرات الانسانيه التي اعلنت عنها الامم المتحده قبل يومين من الهجمات الحوثيه وكان اعضاء لجنه تنسيق اعاده الانتشار قد اجتمعت على متن السفينه الامميه واتفقت على خطه لفتح ممرات انسانيه بهدف تحسين وصول المساعدات الغذائيه وتسهيل حركه المدنيين تبدو الاشكاليه القائمه والمتكرره أن فتح الممرات الإنسانية مرتبط بصورة مباشرة بالمعابر التي تقع في أماكن ومواقع سيطرة الحوثيين، وهي المعابر المغلقة منذ أكثر من عام. ولم تصدر حتى الآن أي إجراءات عملية من البعثة الأممية لفتحها بينما اكتفت الحكومة بتقديم شكوى لرئيس لجنة إعادة الانتشار أبي هيجد جوها بخروقات الحوثي الذي يستحدث باستمرار حواجز اسمنتيه بالقرب من نقاط المراقبه الامميه بالتوازي مع حديث المبعوث الاممي الدائم عن تقدم ملحوظ في مسار اتفاق سوكهولم بالحديده